بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. هذا النهار غادي نديرو هذا المشروع ديالنا. غادي يكون هذه الغرزة الجديدة انا كنخدم بها دابا. انا اشتغل بها باندانا او بوندو في الامام. عنده ملوي من الامام. هذه الغرزة تسمى غرزة الشجيرة. كيفاش غادي نديرو ليها؟ غادي نبداو اولا غادي ندير عين صبعي، ومن بعد غادي ندير خاص العدد ديال العيون يكون كيتضرب في 4. اذا معنيتها ديري 8، ديري 12، ديري 16، ديري 20، شي حاجه اللي تقدري تقسمي عدد اللي تقدري تقسميه على 4. بالنسبه ليا انا غادي ندير 16 غرزه. ندير 16 غرزه، 16 مقسومه القابله للقسمه على 4. وغادي نقز غنخلي 3 الغرز ونجي للرابعه وندير فيها 3 عمود. ندير 2، هاد الثالثة ندير 3، 3 عمود. غنخلي 1، 2، 3، الرابعة ندير فيها 3 عمود. اذا في الاول خليت 3، درت 3، خليت 3 غرز ودرت 3 أعمدة. دابا عاوتاني كل مرة كنقص كنخلي 3 غرز وندير 3 أعمدة، 3 غرز 3 أعمدة. غنمشيو هكا في السطر كامل. هو العمود الثالث غنخلي 1، 2، 3، الرابعة غندير 3 أعمدة. غرزة سهلة إن شاء الله تعجبكم. 2 العمود الثاني والعمود الثالث. غنخلي بقاو عندي 4، اذا غنخلي 3 والاخيره غندير فيها 2 أعمدة. ما غنديرش 3، غندير 2 عمود. واحد واختم بعمود. اذا هذا السطر يبدا بثلاثه الغرز ونكملوه ب2 أعمود. هكا كيبداو كل الاسطر. اذا السطر الثاني غنبدا بثلاثه الغرز، سلسله، 3 سلسله. انا بديت السطر الثاني وغادي ناخذ نلوي الخيط وغنمشي للفراغ. الفراغ اللي عندي هنا غندير العمود الاول عادي، غندير عمود، ندير عمود، العمود الاول، العمود الثاني. لاحظوا معايا غناخذ الخيط وغنمشي هذاك الغرز اللي خليت هذوك سلسلات ونمشي للسلسله ديال الوسط. السلسله الاولى لا ثانيه، نخشي فيها الكروشي، ادخل الكروشي في السلسله الثانيه ونحاول نهز الخيوط 2 الفوقانيين. فوالا، نخشي الكروشي ديالي تما ونجبد الخيط حتى كنوصل عند الطول ديال الغرزه الاولى، العمود الاول اللي عندي، ونخدمه ونكمل بحال عمود عادي. شفتوا؟ طيحت 2 وعاوتاني ناخذ الخيط ونمشي للفراغ، ماشي حدا فين درت هذيك، لا كنمشي للفراغ اللي كان عندي الاول، ما نمشيش تما، لا الفراغ. شفتوا؟ نمشي للفراغ ونخشي الكروشي ديالي تما وندير غرزة عمود عادية. سهلة سهلة جدا. ردوا البال، اشوفوا كيفاش كتعطي نتيجة، كتعطي نتيجة زوينة. غنمشي لتاني ناخد الخيط وغنقص، غنخلي دوك 3 أعمدة ونمشي للفراغ. الفراغ ندير عمود اول في الفراغ. شفتوا عندي فيه 3، هذاك الفراغ اللي فوق دوك 3 سلسلة. غنمشي الفراغ ندير عمود الاول عادي، العمود الثاني غنديرو في السلسله هذيك الثانيه اللي في الوسط،
والعام الثالث غندير نرجع نديرو في الفراغ. السطر الاول شي شويه كيكون صعيب، ولكن من بعد سهل جدا. غرزه زوينه جميله زعما، يعني غنمشي واحد جوج في الوقفه الثانيه، في الغرزه الثانيه، السلسله الثانيه اللي كانت عندي في السطر الاول، غنحشي فيها الكروشي ونكمل غرزه عمود عاديه، غير نجبدها حتى توصل للعلو ديال الغرزه الاولى. اذا نجبدها وندير نكمل غرزة عمود بحال غرزة عمود عادية، وناخد عاوتاني الخيط ونمشي للفراغ. بحثوا على الفراغ، شفت كيفاش ندير انا بصبعي باش نلقى الفراغ، ونخشي وندير غرزة عمود ثالثة عادية. الا كيكونوا ثلاثة الغرز عمود، ولكن الوسطانية كنخشيها لتحت. هذا هو الفرق، وما كنفرقش ما بين هذاك، ما كاين لا سلسلة لا والو، كنخدم عادي. غير كتمشي هي كتمشي للفراغ، كتخلي هذوك ثلاثة الأعمدة السطر الأول، وتمشي تخدم الأعمدة في داك الفراغ وصافي. فوالا، وغندير ثالثة في الفراغ. في الأخير غادي نخلي هاد ثلاثة الأعمدة ونمشي شفتو الفراغ هنايا في هذيك البلاصة، غادي نخشي وغندير غير جوج أعمدة، ما كنديروش ثلاثة في الأخر. قلت لكم كيبدا بثلاثة سلسلة ويختم السطر باثنين عمود، ماشي ما كنديروش ثلاثة تمايا، كنديرو غير جوج عمود، وما كنهبطوش لأن ما كاينش سلسلة تمايا. إذا السطر يبدا بثلاثة سلسلة ويختم باثنين عمود. إذا دابا غنبدا ثلاثة سلسلة السطر الموالي الثالث. دابا غيولي سهل. إذا دابا ملي غنجي غناخد الخيط وغنمشي للفراغ. الفراغ غندير عمود عادي، والثاني غادي نثني الخيط وغنهبط لهادوك فوق الاعمده، فوق الاعمده العمود الاول لا العمود الثاني، غنخشي في الفوق ديالو، غنخشي هذاك وندير عمود، نجبد وندير عمود. شفتوا دابا غادي يولي ساهل باش نكمله. وهكذا وابحث عن الفراغ وندير عمود ثالث عادي. شفتوا بساطتها؟ شكل جديد وزوينه. عمود، اخذ الخيط، اخذ وانزل للعواميد اللي كانوا عندي في السطر اللي ما قبل، والعمود الاول العمود الثاني، عمود الوسط ندير الكروشيه، ادخل الكروشيه واعمل عمود واكمل الغرزه عمود عادي. ثالثة أبحث عن الفراغ وأعمل عمود ثالث. نشيل الفراغ الموالي وأعمل نفس الشيء، غرزة أنزل تحت للعمود الوسط وأعمل عمود الفراغ، أعمل عمود ثالث وأكمل السطر بعمودين في الفراغ. اخلي هذوك نخليهم هذوك ثلاثة الأعمدة من كنمشي للفراغ اللي ما بينهم وما بين ثلاث سلسلة، وندير اثنين عمود. وكملنا السطر الثالث، شفتوا شكلها؟ اذا السطر وغنبقاو هذه هي غتبقاو هكا ماشيين. اذا ثلاث سلسلة ونفس الشيء، نفس الشيء غنبداو غنخليو الاعمده نمشي للفراغ ندير فيه ثلاثه اعمده، العمود الاول عادي، العمود الثاني كنزل للغرز التحتانيه للاعمده التحتانيه وندير في الوسط. شفتوا؟ انزل تحت خد الخيط وانزل تحت ندير عمود ونبحث عن الفراغ، نبحث عليه وندير العمود الثالث. وهكذا هكذا حتى كنكمل. هذه هي الغرزة بسيطة. انا كملت دابا داك السطر، غادي نوريكم
الا كملتي شي عمل وما بغيتيش هذوك الحفر يبقاو عندك، هذوك الفراغات، اذا غادي تبداي ديري سطر اخر، ديري سلسله غرزه حشو وتمشي بغرز حشو، ومنين غادي تجي فوق داك الفراغ غتمشي لداك الغرزه اللي في الوسط نهبط وندير فيها غرزه حشو. شوف عندي الغرزه حشو وداك الفراغ غادي يتسد، والاخرين غادي نكمل بغرز حشو، كل غرزه كتبان لي كندير فيها غرزه حشو حتى كنوصل لوسط الفراغ، وكندير ثاني كنهبط للسطر اللي قبل ما قبل وكندير فيه غرزه حشو في الغرزه الوسط، غنزل تما في الوسط غرزه الوسط وندير غرزه حشو، وبهذه الطريقه كيتسدوا هذوك الفراغات اللي كيكونوا عندي، وكيمكن لي نديرو في يكون عندي اخر سطر بلا هذوك الفراغات، غير بسطر غرزه حشو وما تبقى، والاخرين كنكملهم غرز حشو عادي، كل غرزه كتجي امامي كندير فيها غرزه حشو حتى كنجي لذاك الفراغ، وكان غرزه حشو ملي غنجي للفراغ راني وصلت الفراغ انزل تحت السطر اللي ما قبل من هذا، السطر ما قبل الاخير، وكندير فيه نهبط لغرزة الوسط وكندير فيها غرزة حشو، وبهذه الطريقة كيتسدو هادوك الفراغات صافي، ونكمل السطر ديالي. شفتو هاكا كلشي الفراغات تسد ما بقاوش كيبانو، وهكذا حنا كملنا هاد الغرزة الزوينة، نتمنى تكون عجباتكم، الى عجباتكم ما تنساوش الاشتراك في القناة، الى اللقاء.